أتسبب أو أعطل موعد مثلا افتتاح. بالعكس يعني ممكن كنت بشتغل 24 ساعة عشان العمل يطلع في موعده. بتفضلي دايما يبقى في هنا في مسرحياتك؟ أفضل. يعني حكاية إن الجمهور بينتظر من المطرب على المسرح إنه يغني، دي بيبقى لها اعتبارها؟ ما فيش شك. وإن كنت طبعا يعني كممثلة برضو بيستجيب للجمهور. يعني أنا ممكن أطلع في رواية ما أغنيش فيها، لكن حبذا لو غنيت، إنما الأساس إن أنا أغني. يعني دايما كان النجم السينمائي أو أهل السينما وانتي منهم يقولك أنا ما اشتغلتش في المسرح لأنه ده هيتعارض مع شغلي في السينما، مواعيد التصوير للأفلام أحيانا بتبقى بالليل وبيبقى مجهود آخر. صحيح. لكن النهاردة المسرح بقى بيتعارض مع السينما؟ هو فعلا لازم يتعارض طبعا بالنسبة للمواعيد، لكن إذا كان عند المنتج فكرة عن إن هذا الفنان اللي بتعامل معاه بيعمل في المسرح ويبقى فيه اتفاق قبل بدء العمل بتنظيم المواعيد بتبقى سهلة. هي بتبقى شقة على الفنان بالنسبة للمجهود اللي بيعمله بالنهار مثلا في الاستوديو سينما وبالليل على المسرح، وده من الأسباب أو هو السبب الوحيد اللي انقطعت فيه عن إقامة حفلات غنائية طوال الفترة اللي شغلت طوال الفترة المسرح. اللي اشتغلت فيها على المسرح وجاني متعهدين كتير يطلبوا مني، وكانوا بيطلبوا مني ان انا اغني بعد المسرح. يعني الفقرة بتاعتي تبقى متأخرة، لكن انا كنت برفض لان انا المسرح ده مجهود عنيف جدا جدا جدا، تخرج منه مرهقة تماما. اخرج منه مرهقة تماما. ولا تقدري بقى تغني ولا تصوري فيلم ولا هقول لك اصور؟ ممكن اصور لان يعني الحمد لله عندي طاقة تخليني اتحمل المجهود، لكن المغنى دي حاجة تانية خالص. المغنى ده لازم واحد يكون مستريح جدا عشان يقدر يغني. لازلت بتهتمي بالغناء نفس اهتمامك بتاع زمان؟ طبعا، ومخططاله تخطيط، لان انا الوقت توقفت عن المسرح برضو بسبب ان انا مش عايزة احتجب عن المسرح الغنائي، ومعنى الغنائي الحفلات الغنائية يعني مش المسرح الغنائي الاستعراضي، الحفلات الغنائية. مما لا شك فيه ان انا متشوقة جدا للقاء جمهوري اللي انا كنت بلتقي فيه زمان كهودة سلطان، كهودة سلطان المطربة صاحبة يمكن لون معين يعني اثبت لي الجمهور ان هو برضو بيستسيغه ويستعذبه يعني. انت بتحرص على ان اللون ده يبقى موجود برضو في الاغاني اللي بتبقى في المسرحيات؟ يعني يبقى لانه هو لوني يعني. انا ما اقدرش اغني افرنجي. مالكيش في الحكايه دي يعني ما تذوقوش يعني مثلا هقف اقول من الحاجات دي مش زي ما اروح انا قايله يا ليل يا عين قبل ما الجمهور يستمتع بيها انا بتمتع وانا بقولها. نقول انه مشوارك مع المسرح الغنائي بدا بتجربه من مده طويله كانت عفريت الست. ايوه ده من زمان. التجربه دي كانت تجربه يمكن ما تكررتش في اعمالك المسرحيه الغنائيه. لا. لان اتحقق فيها الحاجات الفرق وجود فرقه موسيقيه الغناء اللايف المباشر يعني الغناء الحي التجربه دي ما طولتش ليه؟ هقول لك ما طولتش ليه. يعني انا بقول يمكن تكون التكاليف باهظه، يعني وجود فرقه موسيقيه كل ليله طبعا بقى عدد كبير بأجور، لاسيما ان حاليا الأجور النهاردة بتاع الموسيقيين غالية فبيستسهلوا ان هم يسجلوا وهي مرة واحدة ويدفعوها للموسيقيين وخلاص. زائد انما قطعا دي زائد ان يمكن المسارح القطاع الخاص المعمار بتاعها ضيق صغير، فيعني علشان خاطر هم يجازفوا اذا كان عايزين يصرفوا ويجيبوا فرقة موسيقية يجازفوا بكم صف اولاني من الكراسي من الايراد بيبقى من الايراد زائد انه كمان مش بس كده، ده هيجازفوا بالصفوف دي ويدفعوا اجر موسيقيين. فهي عمليه استسهال. انما المسرحيه نفسها تعتقد انها من الاعمال الجيده اللي حبيتيها؟ طبعا. كان عمل اولا حلو وكان فيه الحان جميله جدا، الحان اخويا المرحوم محمد فوزي معموله خصيصا للروايه. يعني بتخدم النص. ما هياش اغاني دخيله على النص لمجرد اني مطربه.
كان فيها كمان محمد رضا يمكن، وكان فيها محمد رضا ومحمد طه الحقيقة كان مصروف عليها، يعني ما كانش الهدف منها الكسب المادي. تفكري تعيديها؟ نفسها عفت الست ما عدهاش أنا، لأن هي البطلة كانت في سن معين يمكن سني دلوقتي ما يتلامش مع شخصية البطلة. قلما ما تكون فنانة تدرك الحكاية دي. والله حبذا لو أنهم أدركوها، يعني لأن دي بتبقى مسخة. يعني ما النهاردة مش ممكن أعمل الأفلام اللي أنا عملتها مثلا من 20 سنة. أنت تعبت نفسك معانا قوي 10 أيام دلوقتي، وأنت ليل ونهار ما بتفوتناش. كانوا أحلى 10 أيام في حياتي. وشغلك؟ لا شغلي ده مش مهم. ما قلتليش أنت تشتغل إيه؟ أيوة أنا أنت مش تريحي شوية؟ لكن أقدر أعمل أدوار لا تقل عظمة عن أدواري وأنا شابة صغيرة. بالعكس يعني أنا عاملة دلوقتي أدوار مثلا أخدت عليها جايزة، جايزة الأولى في الأدوار الثانية اللي هي خديجة في السكرية،